السلام عليكم ورحمة الله. المرجو منكم دعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. قالت وزارة الصحة المغربية وفق آخر حصيلة رسمية صادرة عنها أن العدد الإجمالي لحالة الإصابة بفيروس كورونا بلغ لحدود الساعة الرابعة من عصر اليوم 6512 حالة إصابة مؤكدة، مع بداية السيطرة على عدد من البؤر الوبائية بمجموعة من المدن خاصة طنجة والرباط. وحسب الحصيلة الرسمية التي نشرتها وزارة الصحة على موقعها الإلكتروني قبل قليل، فقد جاء توزيع الحالات على الجهات وفق ما يلي: الدار البيضاء أسطات 27.86%، مراكش أسفي 18.84%، طنجة تطوان الحسيمة 14.14%، فاس مكناس 13.99%، الرباط سلا القنيطرة 10%، درعا تافيلالت 8.97%، الشرق 2.72%، بني ملا الخنيفرة 1.64%، سوس ماسة 1.09%، قلميم ودنون 0.66%، العيون الساقية الحمراء 0.06%، أخيرا الداخلة والذهب 0.03%. نشكركم على حسن المتابعة.